دكتور نور، بداية مبروك على العفو. ويعني نحب الأول نسأل حضرتك، يعني هل حضرتك كنت متوقع قرار العفو من المجلس العسكري؟ لا، أنا كنت متوقع بعد الثورة أن تزول التشوهات التي حدثت قبل الثورة، جزء منها تلفيق القضايا الذي وجه السياسيين وخصوم ومنافسين للنظام السابق، فكان طبيعي بعد الثورة أن تزول هذه التشوهات ويتم تصحيحها بشكل أو بآخر، أن يصدر بعفو وقرار، متى كان سيصدر، كل هذه التفاصيل تدخل تحت لافتة كبيرة أننا في زمن جديد، كان ينبغي أن يتم تعديل هذه المواقف التي أنتجها الزمن القديم، فأنا من هذه الزاوية كان ينبغي أن أتوقع، لكن لم يكن لدي موعد ومكان وزمان. في شهر يناير حضرتك كنت هتعمل مؤتمر وتعلن فيه موقف حضرتك من الرئاسة، وفجأة يعني خلاص، يعني بعد تقريبا قبل أسبوع من قفل باب الترشح تقريبا، يعني سمعنا عن قرار العفو، فيعني تعليق حضرتك إيه؟ يعني ربما كان التوقيت له علاقة بسخونة حالة الانتخابات، ربما كان التوقيت له علاقة بأزمات بين أطراف في العملية السياسية، كل هذه الاحتمالات واردة. التطورات اللي حضرتك شايفها كون يعني وارد مثلا، لأني بنتمي للمعسكر الليبرالي، أن يكون هناك خلل ما حدث بين القوى والتوازن بين القوى في مصر، فكان بتتصور بعض الجهات أن مثل هذا القرار يدعم المعسكر الليبرالي المصري مثلا، وارد، أنا ما عنديش تفاصيل، لم يحدثني أحد في التفاصيل، لم يطلب مني أحد أي طلب قبل أو أثناء صدور هذا القرار أو بعده، وأنا شخص يعني لا أجبر على شيء ولا أساوم على شيء، ولو كان حدث هذا كنت رفضت هذا القرار، فأنا ما عنديش تفاصيل حقيقة، لكن كل الاحتمالات وارد. عن قرار العفو سمعنا بعدها بيومين تقريبا على قرار الإخوان يعني هم يرشحوا خيرت الشاطر، وكان في بعض التعليقات والتصريحات والتحليلات بتقول انه ممكن يكون قرار عفو حضرتك يعني خطوة لان المجلس العسكري باتفاقية ما مع الإخوان يعني يبقى في زي نوع من انواع الصفقات عشان في الاخر يزكوا بالمرشح اللي هم عايزينه في الاخر، فتعليق حضرتك ايه على التحليلات دي؟ لا يعني برضو هي تبقى في اطار التكهنات اكتر من التحليلات، لان في اخطاء في المعلومات. العفو الذي صدر لخيرة الشاطر صدر قبل صدور العفو عنه، من كان لم يعلن بالضبط، ده محدش يعني ده لم يصار اعلاميا مثلا خالص. ربما يكون لاسباب خاصه بالاخوان، ربما اسباب خاصه بالمجلس، الله اعلم، لكن انا كنت اعرف قبل صدور القرار الخاص بي ان صدر قرار الحسن مالك وخيرة الشاطر قبل صدور القرار الخاص بي على الاقل بثلاث اسابيع مثلا، لهذا انا يعني كنت متوقع ان اكيد طالما بداوا في هذا المسار سيأتي الدور على أيمن نور، لكن ما كانش عندي معلومات لارتباط الملفين ببعض أو أن هناك قرار سيصدر خيرت بعد قراري، لأن قرار خيرت صدر قبل قراري ولم يعلن عنه. حضرتك اخترت يوم 6 إبريل بالذات لتقديم أوراق حضرتك للترشح، لماذا 6 إبريل؟ هل تضامنا مع الحركة الثورية؟ 6 إبريل كانت جزء من حزب الغد. أذكر عندما كنت في سجني يوم 6 إبريل 2008 داخل ضباط أمن الدولة زنزانتي في وقت متأخر ليلا يوم 6 إبريل يسألون ماذا يحدث؟ فاستغربت سؤال، لماذا تسألوني؟ فقالوا 80% من اللي تم القبض عليهم تبين هم أعضاء في حزب الغد. فكان في ارتباط عضوي بين 6 أبريل وحزب الغد. 6 أبريل محطة مهمة في قطار الثورة، عشان كده أنا اخترت هذا اليوم تأكيدا لارتباطنا بكل محطات الثورة وارتباطنا بأبنائنا وشبابنا اللي تعلموا في مدرسة الغد، واللي أنا شخصيا بقول أن الغد يشرف أنه قدم حركات وطنية عديدة من بينها 6 أبريل. يعني رأي حضرتك إيه في التكهنات اللي بنسمعها حاليا على انسحاب أحد مرشحين الإسلاميين عشان ما يحصلش تفتيت الأصوات؟ أنا بتصور إن في معسكرين، معسكر مدني ومعسكر إسلامي أو ديني.
المعركة ستدور بين المعسكرين دول، كل معسكر فيه احتمالات لتحالفات وكل معسكر فيه احتمالات لانشقاقات أو تفتيت أصوات. قد يكون أحد المرشحين له ظروف قد تضطر للانسحاب، لكن أن ينسحب تضامنا زي إيه يعني ممكن يكون إيه الظروف اللي ممكن تحصل فينسحب؟ يعني معلوم أن في مشكلة ما في أوراق الزميل حازم أبو إسماعيل ربما تكون سبب الانسحاب، لكن مش عشان تضامنا مع باقي مرشحين أساميين أو يعني ما اعرفش الصيغه اللي هيعلن بيها قرار ايه اذا اعلن هذا القرار، لكن السبب الحقيقي حضرتك انا بتصور السبب الحقيقي اذا كان في انسحاب ان هو يبقى مشكله الاوراق التي ظهرت. بل يعني برنامج حضرتك الانتخابي، ايه اكتر حاجه حضرتك تحب تشرحها لنا او تلقي عليها الضوء في برنامج حضرتك؟ يعني ربما هذا السؤال في 2005 كان عندي اجابات واضحه، في 2012 لدي عشرات الاجابات لان في امور كثيره اصبحت اكثر تعقيدا، في حاجة للتدخل فوري من رئيس قوي منتخب بإرادة الناس، جزء مهم منها إقرار العدل، عدل مفهومه الفني ومفهومه الاقتصادي والاجتماعي. مصر تشعر بالغبن وبغياب العدل. قضية رئيسية هي مواجهة الخلل الأمني اللي هيرتبط به التنمية الاقتصادية، اللي هيرتبط به الاستثمار، اللي هيرتبط به حل مشكلة بطالة أو وقف تزايد معدلات البطالة على الأقل في المرحلة الأولى لحين وجد المشكلة بذاتها. أنا بتصور دي أولويات تسبق غيرها من الأولويات. توقعاتك لمدى مصداقية انتخابات الرئاسة 2012؟ لن تكون هناك انتخابات مزورة بالطريقة التي كنا نراها وتحدث فينا في 2005، لكن ربما لن تكون انتخابات عادلة الطريقة التي نتمناها في المستقبل إن شاء الله. يعني حضرتك تتوقع وأفهم من كلام حضرتك إن هيبقى فيه تزوير بس مش بالقدر اللي شاهدناه قبل كده ولا؟ لا، ربما ما يكونش فيه تزوير، لكن بالقطع مش هيكون فيه عدالة. عندما يكون هناك هذا الإنفاق الغير عاقل، عندما يكون هناك هذا البذخ، عندما يكون هناك عدم تفعيل القانون بداية ونهاية الحملة الانتخابية، أنا بعتقد ده معناه أن لدينا مشكلة في عدالة الانتخابات وفي الفرص المتكافئة للمرشحين. الدنمارك السنة دي هي بترأس الاتحاد الأوروبي، كيف ترى أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إذا اخترت رئيسا؟ أنا بعتقد أن مصر وأوروبا منظومة خاصة ويجب أن نعيد تقييم علاقتنا بأوروبا على خلفية أن أوروبا هي الأمل بلادنا في تقدم حقيقي وتنمية اقتصادية حقيقية. أوروبا الكبيرة الموسعة ظلمت كثيرا مصر، لأن مصر في المرحلة الماضية لم يكن لديها قيادة تستطيع أن تدير حوار مصلحي منطقي رغماتي عملي يركز على مصالح الناس والشعب. توسيع أوروبا في السنوات الأخيرة انعكس سلبيا على فرص العمالة المصرية في أوروبا، لأن جت لها عمالة مماثلة للعمالة اللي كانت مصر مستضعفها لها. حرم مصر من فرص حقيقية في تصدير منتجات أصبحت تصدر من دول باتت أوروبية أو أصبحت أوروبية وكانت في الأول دول ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فلم يكن لديها ميزات نسبية سائدة عن مصر. النهاردة هذه الدول أصبحت لها ميزات نسبية وضائحة تدخل إلى أوروبا مباشرة، بينما مصر تعاني معاناة شديدة في التصدير لأقرب جار لها وهو أوروبا. كان لابد من تعويض مصر عن الأضرار التي ترتبط على فكرة توسيع الاتحاد الأوروبي. بعض الدول زي تونس وغيرها استفادت من بعض الاعتمادات التي خصصت لهذا الهدف وأعادت بهذه الأموال تأهيل منتجاتها وصناعتها كي تدخل بيسر أكثر الاتحاد الأوروبي. مصر لم تفعل هذا لأن مصر كانت مشغولة بالتوريث، ومصر كانت مشغولة بمهرجان القراءة للجميع، كانت مشغولة بأمور أقل بكثير جدا مما كان ينبغي أن يشغل عقل الرئيس الذي يدير بلد بحق مصر. لكن حضرتك طبعا من رموز المعارضة المصرية، كيف ستتعامل مع المعارضة القادمة لك؟
أنا شخص بتكويني الليبرالي، شخص يقبل بالآخر ويفسح المجال للآخر ويقبل بأن تختلفي معي في حدود الرأي والاختلاف. أعتقد أن المعارضة في زمن رئيس ليبرالي ستشهد أفضل وأيسر سنوات حياتها. حضرتك توجهت للتوكيلات، جمع توكيلات من 30,000 مواطن أم من الثلاثة من الشربة بيوقف الزبادي. أنا قعدت 4 سنين في توكيلات الحزب دون ذنب. لا مش هعمل توكيلات، هخش عن طريق النواب والحزب. هل تقبل أن تكون نائبا لأي حد من المرشحين اللي على الساحة حاليا؟ أنا بدعو لفريق رئاسي يضم رئيس وثلاثة نواب وعدد من المساعدين أو المستشارين. هذا الفريق الذي أدعو إليه هو برئاسي، لكن إذا كان هناك من يريد أن يتقدم خطوة فأنا لدي السعادة أن أتأخر خطوات من أجل تحقيق فكرة مشروع فريق رئاسي متكامل ينقذ مصر من ما هي فيه. كيف ترى مستقبل مصر في ظل هيمنة الأحزاب السياسية الإسلامية؟ أن تأتي به الديمقراطية علينا أن نحترم، ثم نسعى لتغييره بنفس الآليات الديمقراطية، وعليه أن يترك السلم اللي صعد به إلى هذه المرحلة من الديمقراطية دون أن يزيح، كي يسمح لآخرين أن يتداولوا مع السلطة. أنا بتصور أن الإسلاميين خطابهم تطور وعندهم مواهب كثيرة بدأت تظهر أكثر من السابق، لكن هم في حاجة لمزيد من تطوير أدائهم أكثر من خطابهم. أنا بتصور أن حنصل إلى صياغات للتعايش بيننا وبين كل القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها وفصائلها. كيف ترى علاقة مصر الخارجية مع باقي الدول؟ كيف يمكن الاتحاد الأوروبي أن يقدم المساعدات لمصر؟ احنا محتاجين صيغة جديدة فكرة المساعدات. الأنظمة الفاسدة التي كانت تدير أمور كانت معنية بقضية الكاش. احنا معنيين بقضية تحقيق النتائج والأهداف وليس تحويل الأموال. احنا محتاجين من الاتحاد الأوروبي مشاريع مشتركة، استثمار مشترك. محتاجين من الاتحاد الأوروبي أن يفهم جيدا أن احنا حديقة خلفية لي. إذا استطاع أن يؤمن ظروف حياة كريمة في هذه الحديقة الخلفية فلن تكون هناك هجرة غير مشروعة، ولن يكون هناك تهديد بإرهاب محتمل في أي لحظة، ولن يكون هناك ضغوط وتوتر واحتمالات الحروب في هذه المنطقة الملتهبة من العالم. كل ده كان بينعكس سلبا على المواطن الأوروبي. احنا عايزين نفهم جيدا ان حياة المواطن الأوروبي وكرامة المواطن الأوروبي هي جزء من كرامة المواطن المصري. اذا ما تحققت له الكرامة والحياة الكريمة في بلده فسيكون لهذا انعكاس ايجابي على حياة المواطن الأوروبي. نحن لا نريد أن نمد أيدينا من أجل أن نحصل على أموال من أوروبا أو من أمريكا. نحن نريد أن نمد أيدينا بالسلام والحب وبالتواصل مع شعوب تربطنا بها حضارات عريقة وثقافات مشتركة ومبادئ وقيم مشتركة، وأهمها قيمة الحرية واحترام حقوق الإنسان.